ضربة كده داخل منطقة الجزاء، بلند بلند يحاول ضربة دفاعية، الكرة وسط غابة من السيقان، ألكسندر أوراها، الله 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 الله، هدف ثاني، هدف ثاني لمنتخبنا عن طريق ألكسندر أورا، اختفى كثيرا لكن ظهر أخيرا، وأي ظهور، ظهر بتسديدة بالقدم اليسرى، وهدف ثاني لمنتخبنا عن طريق ألكسندر أوراها. ومنطول الغيبات كثر الغنايم، ألكسندر أوراها لم يظهر في الدقائق الماضية لكن ظهر أخيرا، وأي ظهور، بهدف ثاني. شهد الدربكة الدفاعية، هذه الدربكة الدفاعية استغلت خير استغلال بتمريرة رضا فاضل إلى ألكسندر أوراها، ويا عيني على ألكسندر بتسديدة مليئة بالدقة والإتقان، وهدف ثاني لمنتخبنا الأولمبي أمام